طبعا يعني خلاص الموسم الرمضاني للدراما يقترب جدا ان شاء الله الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين باذن الله. كمان دخلنا لشهر شعبان، ربنا كده يجعلهم شهور خير وبركه باذن الله علينا. الدراما الرمضانيه المصريه ده بيبقى زي مهرجان للدراما، وانا سعيده انه هذا العام في تنوع كبير جدا. هيبقى عندكم فرصه للاختيار، كل واحد بقى يختار نفسه يشوف ايه، الاعمال التاريخيه والاعمال الاجتماعية والأعمال الكوميدية والأعمال اللي فيها يعني ساسبنس وبتشد ونجوم اللي بتحبوهم. تعالوا كده نتكلم على شوية من الأعمال، ندخل للكواليس. وهم الحقيقة يعني عايزة أقول لكم الكاميرات دايرة في كل مواقع التصوير، الجميع بيصور، الجميع بيستعد، والمتحدة شغالة وبتتابع كل المسلسلات علشان إن شاء الله تكون يعني شاشة رمضان شاشة ممتعة مصرية فيها محتوى متنوع وجميل وراقي. فنان ياسر جلال السنة اللي فاتت كلنا تابعناه، وطبعا كان عامل مسلسل اجتماعي وقصة كده اجتماعية، لكن السنة دي هو راح لعالم الخيال اسمه جودر. يعني هي قصة خيالية بس هنستمتع بيها زي قصص ألف ليلة وليلة. ياسر جلال معاه الفنانة الجميلة نورة اللبنانية، وفي ياسمين رئيس وأحمد فتحي وهنادي مهنا وفاء عامر عبد العزيز مخيون علي صبحي وليد فواز، أسماء كتيرة جدا موجودة، محمود البزاوي وغيرهم. تأليف لأنور عبد المغيث والإخراج لإسلام خيري، إنتاج من شركتي ميديا هاب سعدي جوهر وأروما، والمنتج تامر مرتضى. القصة إيه؟ هي فانتازيا بقى، يعني هنشوف كده حالة لطيفة فريدة جدا وجديدة، يعني بقى لنا فترة ما شفناش الأعمال دي. الأحداث كلها هتبقى جودر المصري، واللي بتتعقد بقى الحياة بتاعته ولما بيجي الدنيا، وهو المفتاح الوحيد لعدو. العدو ده اسمه شمعون، وشمعون ده عشان يوصلوا إلى الكنوز، الكنوز الحكيم شمردة للأربعة، حاجات بقى خيالية لطيفة. يا ترى هينجح جودر ياسر جلال إنه يتصدى لشمعون، ولا قوة الشر هي اللي هتنجح؟ احنا ندعي بقى لجودر لا إن شاء الله ينجح، وأعتقد إن ده عمل جديد كمان على ياسر جلال نستمتع بيه بإذن الله. طيب هنروح كمان لغادة عبد الرازق، الفنانة غادة عبد الرازق اللي بتنضم إلى المتحدة، وبنشوف غادة عبد الرازق بتعمل عمل جديد صيد العقارب، ويا ترى غادة هتعملي إيه بس مع العقارب؟ غادة عبد الرازق هيكون طبعا البطولة أمام الفنان الكبير رياض الخولي، سيمون، وأنا سعيدة برضو أن سيمون ترجع وتبقى موجودة، محمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامي عاطف، ميار الغيطي. والحقيقة يعني كمية يعني نجوم، منال سلامة، صفاء جلال، يعني نجوم الحقيقة يعني كوكبة من النجوم المختلفين. المؤلف باهر دويدار، والإخراج لأحمد حسن وشركة فينوميا وفينومينا هي اللي بتنتج. وطبعا المسلسل ده بقى اجتماعي، عايدة بنت الوسطى والأسكى للشخص اسمه حسن درغان، بتتقلب حياتهم بقى رأسا على عقب بعد قتل أخوها. أخوها بيتقتل اسمه سامح، وهو أخ غير شقيق لجوزها، وبعد العائلتين بقى درغام والغول يبدأوا إيه، كانوا الأول قريبين من بعض وصداقة، لكن يبدأ يبقى فيه صراع وانتقام. هنا بقى تبقى فكرة العقارب، هنا هيبقى في جانب بقى ايه قاسي جدا لشخصية عايدة اللي بتعملها غادة عبد الرازق، وازاي هتقدر هي يعني تبين بقى ده، كانت بتخفيها لكن هتسمح ليها عائلتها اللي ليها اصول سعدية بالانتقام. وهيبقى في بقى ايه يعني احداث كتيرة جدا ان شاء الله تستمتعوا بصيد العقارب وغادة عبد الرازق، ونشوف هي ورياض الخولي وباقي الفنانين هيعملوا ايه. سعيدة كمان أن المتحدة بتدي فرصة للشباب، وده بقى موجود جدا في أعمال كتيرة قوي. أحمد داش، وأنا شخصيا شايفة أن المسلسل ده يعني حتى كده هيبقى مختلف، لأنه كمية الفنانين والشباب الموجودين فيه
يخليك عايز تعرف برضه عايزين يعملوا ايه. احمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمه وجوري بكر ومي الغيتي ومحسن منصور وعدد من الفنانين اسمه مسار اجباري. يا ترى ايه المسار الاجباري؟ باهر دويدار عامل المعالجه الدراميه، سيناريو والحوار لامين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، والاخراج لنادين خان، وطبعا انتاج المتحده. المسلسل اجتماعي لطيف لايت، أحداثه حوالين حسن وحسين شابين لزاز اللي هم هيبقوا أحمد داش وعصام عمر، وهم لسه بقى في بداية عمرهم وبيكتشفوا أنهم أخوات بعد ما أبوهم قال لهم السر، وكان عايز يعني كان بيحاول التستر عليه، بتجمعهم جريمة قتل واحدة بتضطرهم أن هم يتعاونوا. هنجحوا بقى في حل اللغز ده؟ إيه اللي هيحصل؟ لطيف يعني، المسار هيبقى إجباري ولا هيحصل إيه؟ ده اللي هنشوف. الحقيقة مجموعة من الأعمال إن شاء الله كده تبقى منورة على شاشة المتحدة، سواء الخيالي أو الفانتازيا والخيال بقى والتصوير الخارجي والحاجات دي برضو بتخلي الإنسان كده يغير. فياسر جلال داخل إلى هذا العالم، غادة عبد الرزاق بترجع تاني إلى المسلسلات القوية واللي بتشد واللي فيها صراع من خلال صيد العقارب، والشباب وأحمد داش وعصام عمر في مسلسل مسار إجباري. إن شاء الله تستمتعوا بموسم جميل. على فكرة احنا بنسمع كده في الخلفية، دي كانت إحدى أغنيات برضو غوايش كانت في دراما رمضان، وحنسمع دلوقتي تتر برضو كان لمدحت صالح راجعين. فاحنا دايما راجعين نقدم كل دراما حلوة. كل سنة وانتم طيبين، وانتظروا كل الدراما المتنوعة القوية على شاشات المتحدة.